كمان في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة الملف المتعلق بتغير المناخ، تم إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة بعنوان جود ووتر. ده الهدف منها التخلص من ظاهرة طبعا استخدام اللي هي الإزازات البلاستيك، وإنه دي أصلا طبعا قصة البلاستيك إن في كل حاجة الكياس البلاستيك اللي مش عارفة إيه، لا يعني دي طبعا هي ملوثة للبيئة وملوثة كمان للمحتوى اللي بيتحط فيها. فعلشان كده تم إطلاق يعني النوع ده من زجاجات المياه في إطار طبعا المبادرة والشغل اللي معمول في قمة المناخ.